يا الله، هسه شنو؟ وين وصلنا؟ وصلنا للمحاضرة الرابعة. هاي المحاضرة الرابعة ماي برينسيبل، هي المبادئ اللي هي كالكوليشن اوف دوز، هي شنو؟ حسابات الجرعة. شوف، حسابات الجرعة لازم نعرف احنا بالبداية شنو التعريف مالتها، اللي هي كالكوليشن اوف دوز، اللي هي شنو؟ حسابات الجرعة. The dose of a drug in the a quantitative amount of medicines that take by patient for the intended medical effect. The dose money expressed as اللي هي single والdaily والtotal والdaily أي، يعني عندنا daily شنو؟ عندنا total وعندنا daily. total أي وdaily أي. السingle dose اللي هي أول وحدة هو جزء من شنو؟ من calculation of dose، من حسابات الجرعة. عندنا علاج نأخذه يوم مرة، شنو يوم مرة؟ عندنا علاج نأخذه مرة واحدة باليوم، وعندنا علاج نأخذه على طول اليوم. يعني شنو على طول اليوم؟ يعني 3 مرات باليوم. وعندنا التوتال دوز، مجموع الجرعات كلهن، مجموع ما جرعات الشيت كلهن. وعندنا الدايلي دوز اللي هي اي والكابيتال اي سمول، هسه جايبينكم عليهم. فالتعريف مالتها هو هذا الاول سطر، هذا المطلوب من عندنا، قال هذا التعريف مطلوب من عندكم. هذا تعريف شنو؟ تعريف الكالكوليشن اوف دوز اللي هو حسابات الجرع. فقلت لكم انه ذا دوز اوف درونج از ذا كوانتيتيف اماونت ادمينستريد اور تيكن باي ذا بيشنت for intended medical effect، اللي هو شنو؟ الجرعة المعتادة للبالغين من الدواء هي الكمية التي تنتج التأثير الطبي المقصود به للمريض. انتو هسه يعني الواحد من ياخذ علاج اكيد لها تأثير طبي، هو الغرض مالتها شنو؟ اللي هي الواحد العلاج والوقاية من عندها. فشوفوا هذا هنا اهم شيء، انه احنا ايش عندنا؟ عندنا هذا القانون راح نستخدمه بكل المسائل. اللي هو شنو هذا القانون؟ شو يقول لك؟ يقول لك فرضا calculate the number of dose، احسب لي شنو؟ احسب لي عدد الجرح. هذا القانون مالته number of dose اللي هي عدد الجرح. عندنا total dose، العفو total quantity اللي هي الكمية الكلية، والsize of dose اللي هو شنو؟ حجم الجرح. تمام؟ number of dose اللي هو عدد الجرح، total quantity اللي هي الكمية الكلية، والsize of dose اللي هو حجم الجرح. هذا شنو؟ هذا القانون راح نستفاد من عنده. هذا اللي حاول يفهمه الفهم يعني. فاحنا نريد نوصل للمطلوب من عندنا، المطلوب من عندنا اللي هي المسائل التياب سبينفول والتاب سبينفول. شوف احنا بالبيت مو عندنا ملعقه صغيره اللي هي مات شاي وملعقه كبيره. الملعقه الصغيره شو نسميها؟ نسميها تياب سبينفول. ايش قد الحجم مالتها؟ الحجم مالتها 5. تمام. التاب سبينفول، تاب سبينفول اللي هي الملعقه الكبيره اللي يقصد بيها، ايش قد الحجم مالتها؟ الحجم مالتها 15. لازم نخلي ببالنا هذا النحفظ، ترى نستعملين بالمسائل، نخلي ببالنا انه التياب سبينفول اللي هي الملعقة الصغيرة قد الحجم مالتها؟ الحجم مالتها 5 مول. اما التابلت سبينفول اللي هي شنية؟ اللي هي الملعقة الكبيرة، اكو تي واكو تاب. التياب سبينفول 5 مول، اما التابلت سبينفول قد الحجم مالتها؟ الحجم مالتها 15 مول. وهذا وصلت الفكرة. شنو المطلوب من عندنا؟ شيء المطلوب من عندكم انه الملعقة الصغيرة تحفظون الحجم مالتها قد؟ الحجم مالتها 5، والملعقة الكبيرة الحجم مالتها 15. The dose، هنا العفو، ايش عندنا؟ عندنا the drop as unit of measuring اللي هي قياس الوحدات بما للقطرات. هذا فهم ما بشي يعني. فاحنا الغرض مالتنا شنو؟ هي الغرض مالتنا هو المسائل. عندنا المسائل اللي يقول لك افارماسيست صيدلاني كونتينت احصى 40 قطرة. عندنا صيدلاني عنده 40 قطرة، هل 40 قطرة ايش قد كلهن الحجم مالتهن؟ الحجم مالتهن 2.5 مول. يقول لك هاو ماني دروب بير مللتر، يقول لك كم عدد القطرات بكل مللتر واحد. فيشوفوا انت ما ادري شو تحاضرين بالمحاضرة الاولى، ها شرحتهن شلون نتعامل ويا هيج مسائل. بهيج مسائل اللي هي مسائل النسبة والتناسب، جيت تصيح لها أني، كان عندنا كلها نسبة وتناسب. إنه فرضا يقول لنا إنه 40 قطرة تساوي لنا 5000 دينار، فعندنا هاي الحاجة تساوي لنا هيج. فأنا جيت أقول لهم أول شيء نساوي، وبعدين نشوف شنو المجهول من عندنا ونرمز لقيمة إكس، وبعدين نكمل المعادلة الرياضية مالتنا. يلا نكمل. آسف. فارماسيست اللي هو الفارماسيست اللي هو الصيدلاني كونتينوت أحصى 40 دروب أوف ميديكيشن إن فلانينج الجرايد ويتين سلندر.
يجي لك انه صيدلاني احصى صيدل، يعني اذا احصى صيدلاني 40 قطره 100 من دواء في اسطوانه التدرج. يعني شوف اكو صيدلاني عنده 40 قطره، هذن ال 40 قطره خلاهن بشنو؟ خلاهن بشنو؟ باسطوانه مدرجه. الاسطوانه المدرجه هاي عليها تدريجات، فيها 5 10 15 بها 20، تمام. فالصيدلاني من خلى ذن ال 40 قطره هنا كلهن، شاف الحجم مالتهن ايش قد؟ الحجم مالتهن 2.5، هاي ال 40 قطره هنا، ال 40 دروب، تمام. شاف الحجم مال ال 40 دروب كلهن ايش قد؟ شاف الحجم مالتهن ايش قد يساوي 2.5 مول، تمام. فاحنا بهاي الحاله افتهمنا انه ال 40 دروب كلهن ايش قد يساوون 2.5 مول. 40 شو يساوينا؟ يساوينا 2.5 مول. من صارت عندك مساوات اكيد راح تصير نسبه وتناسب. نجي كملنا السؤال، ايش قالنا هاو ماني دروب بير مللتر. فشنو هسه المطلوب من عندنا؟ المطلوب من عندنا الدروب، اللي هو شنو الدروب؟ اللي هو القطرات. شوف ال 40 هاي الخطوه لازم تخليها ببالك، اهم شيء هو هاي، انه ايش عندنا هسه؟ احنا نخلي دروب جوا دروب ومللتر جوا مللتر. هنا احنا عندنا الدروب ايش قد؟ الدروب هو 40، تمام، 40، وهذا المللتر. فاحنا من راد الدروب احنا لازم نخلي الدروب جوا الدروب. فشنو مثل الدروب؟ نخلي له قيمه اكس. وين موجوده؟ بير لكل شنو؟ لكل مللتر. فالمللترات هي 1، تمام. فصار عندنا، صار عندنا مول جوا مول ودروب جوا دروب. صار عندنا هسه طرفين بوسطين، من راح نضربهن راح يطلع الناتج جيت، راح يطلع لنا الناتج 16 دروب. وصلت الفكره مالته؟ انه شوف انه اكو صيدلاني عنده 40 قطره. هاي ال 40 هذا ال 40 قطره خلاهم بجراجويتد سلندر، اللي يشيني تدريجيه، اللي هو قياس تدريجي، اللي هذا نفس البيكر بتدريجات، تمام، ب 5 10 15 20، هو هذا شايفينه انتم بالمختبرات. فمن قاسهن شليك الحجم مالتهن 2.5، فهسه هنا برهن انه ال 40 قطره تساوي لنا 2.5 مول، تمام. فمن سوت لنا اللي هنا، فاكيد صارت عمليه شنو؟ نسبه وتناسب. فبهاي الحاله احنا شو نسوي؟ نشوف شنو المجهول ما عندنا حتى نرمز له قيمه اكس. وش منطينا؟ لازم يعطيك 3 معلومات بالسؤال، لازم 3 معلومات على مود شنو؟ على مود يبقى لك مجهول واحد، وتطلع من هذا المجهول الناتج الفاينل مالتك الاخير. فاحنا ايش عرفنا؟ عرفنا ان ال 40 مول تساوي لنا 2.5، تمام؟ العفو، ال 40 قطره تساوي لنا 2.5 مول. قال لنا هاو ماني شنو؟ هاو ماني دروب، كم عدد شنو؟ كم عدد القطرات. فخلينا دروب جوا دروب، اللي هو دروب رمزنا له بقيمه اكس، والملترات جوا الملترات، اللي هو قال لنا البير ملتر، الكل ملتر 1. سهله. هسه وين وصلنا؟ وصلنا للجنرال دوز كولكوليشن، اللي هي حسابات الجرع، حسابات الجرع العامية. هذا الموضوع على من راح يعتمد؟ راح يعتمد بالبداية قلنا لكم انه احنا عندنا قانون. هذا القانون كان يقول، كان يقول انه number of دوز شو يساوينا؟ يساوينا total دوز على size of دوز. كان يساوينا، كان يساوينا total على من؟ على size، تمام. وهي كان القانون مالتنا. هذا شنو؟ هذا النمبر، انه عدد الجرع شو يساوي لنا؟ كان يساوي لنا المجموع الكلي على الحجم، تمام. هذا القانون هسه راح نطبقه قدامكم. هنا انا جاي اقول لك دوز اوف دروغ از 200 ملغرام، يقول لك جرعه الدواء 200 ملغرام. هاو ماني دوز ار كونتينيد ان 10 غرام. شوفوا احنا بهاي المسائل اكيد لازم ننتبه الشيء واحد، انه احنا بالمسائل هاي لازم نوحد الوحدات. فاذا جاي تلاحظون انه ال 200 ملغرام وهاي 10 ملغرام، يصير اثنيناتهم نطبقهم بقانون واحد؟ ما يصير، اكيد لازم نوحد الوحدات. يا اما اثنيناتهم نحولهم للغرام، يا اما اثنيناتهم نخليهم شنو؟ بالملغرام. فاحنا الاسهل انه نحول هذا الغرام للملغرام، على مود يصير اسهل بدون بوينتات. فش تصير هاي ال 10 نضربها بزقيد؟ نضربها بالف، تمام، حتى تتحول للملغرام. فاحنا بهاي الحاله ما سوينا شيء، وبعدنا كل شيء مرحلين، بس مجرد وحدنا الوحدات، انه هاي العشرة حولناها للملغرام، ضربناها بشقد؟ ضربناها بالف، تمام. هاي اللي هنا خلصنا من هاي السالفه.
قانوننا كان يقول، كان يقول النمبر اوف دوز شو يسوونه، يسوونه توتال على السايز، تمام، اللي هو المجموع الكلي مال الجرح على السايز على حجم شنو، حجم الجرح. انتبهوا ياي، الحجم الكلي شقد، الحجم الكلي شقد هسه انت راح شلون هسه انت ما راح تعرف تميز وين التوتال وين السايز وين النمبر اوف دوز. بالبدايه خلينا نتفق على شيء، بالبدايه هو ايش رايد، رايد النمبر اوف دوز، فالنمبر اوف دوز هو المطلوب من عندنا، هاي اول وحده خلصنا من عندها. شلون نعرف هذا التوتال وهذا السايز؟ التوتال اكيد احنا نعرفه انه شنو، هو الشيء الاكثر، هو الشيء الكلي، فاحنا الشيء الكلي غير يصير اكثر شيء هو قيمته، فيا هو الاكثر قيمه، ال10000 لو ال200 اكيد ال10000. فبهاي الحاله احنا شنو نعتبر، نعتبر انه هاي ال10000 هي التوتال، هي الكلي، لان هي شنو، لان هي القيمه الاكبر، وهاي ال200 نعتبرها السايز مال الدوز. فش نقسم، نقسم ال10000 على 200 راح يطلع الناتج مالتنا 50 دوز، 50 جرعه. موضوع كل سهل وبسيط. هالخطوه الثانيه الغوه، نمشي بس على هالخطوه مالتنا، هاي الغوه مسحوها. شوف من ساعة أنا قلت لكم، قلت لكم إنه لازم تخلون ببالكم إنه إحنا عندنا تيابس بينفول وتابس بينفول. التيابس بينفول إيش كانت قيمتها؟ كانت قيمتها 5، والتابس بينفول إيش كانت قيمتها؟ كانت قيمتها 15. هذا لازم نحفظهم، اللي هي الملعقة الصغيرة والملعقة الكبيرة الأكبر. فنحن جاي قلنا، جاي قلنا إف أتابس بينفول إذا كانت الملعقة الكبيرة. شوفوا الملعقة الكبيرة بقى هنا، يعني شوف هنا ما قال لك إذا ال 15 بدل ال 15 عوض لك بشنو، عوض لك بشي ثاني اللي هو تابلس بينفول. فأنت هنا لازم تعرف وحافظ أن تابلس بينفول قد قيمته، قيمته 15، هاي المعلومة خليها ببالك. بريسكرايبد ذا دوز، هنا جاي لك، جاي لك هاو ماني دوز، كم عدد الجرعة. إذا شنو هسه عندنا النمبر أوف دوز هو المجهول، تمام، هاي اول معلومه عرفناها. العفو، ثاني معلومه، ان اول معلومه شعرفنا، عرفنا انه القيمه شنو هي تابس بينفولد، هو ما منطينا اياها قيمه عدديه، منطينا اياها بقيمه رمز. فبهاي الحاله احنا شنو المفروض حافظين الرمز زيد يساوي لنا 15 اللي هو شنو. شوف ها بالمناسبه انه تابس بينفولد هو اكيد حجم، تمام، تابس بينفولد اكيد يعبر لك عن حجم، هاي لازم يعني نخليها ببالكم. فجاي يقول لك how many، نكمل السؤال مالتنا، how many does will be يجب أن تكون أو تحتوي واحد بنت. آه هنا أنا هم رميز، هنا أنا شوفوا، هنا أنا نرجع، وين نرجع للمحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية قلت لكم ليش تحفظون، أكو من كان ضمن، من ضمن هاي المحاضرة كان أكو رمز اسم البنت. هذا البنت إيش قد قيمته؟ قيمته 473، هذا إحنا حافظينه، هذا وين موجود؟ موجود باللكتشر الثاني، يعني السلايد ما قبل الأخير، تلقى أن البنت جت قيمته، قيمته 473. هسه نعيد السؤال على كيف ونشرح بعد. وصلت لكم المعلومات؟ جاي أقول لك هسه شنو، بمكان ما نقول تابس بين فل نقول 15، مو أحسن؟ لأن وصلت لكم الفكرة. يقول لك إف ال 15 بريسكرايبد أز ذا دوز، يقول لك إذا جرعة ال 15، إذا جرعة ال 15 عندنا جرعة 15، يقول لك هاو ماني دوز، كم عدد الجرع الموجوده، وين الموجوده؟ بواحد بنت، هذا البنت خلينا نحذفها همين لان نعبر عنه بدال الرمز نعبر عنه بقيمه اللي هو 473، هذا قيمته، تمام، اوف ميديسين اللي هي بالعلاج. فايش عندنا هسه احنا؟ عندنا اريد شنو، اريد الهاو ماني دوز اللي هو شنو، النمبر اوف دوز، عدد الجرع يريدهن. إيش منطينا؟ منطينا القيمة الأكبر، يا هي القيمة الأكبر قلنا لكم نعتبرها شنو؟ نعتبرها اللي هي التوتال، والقيمة الصغيرة نعتبرها هي السايز. فالقيمة الكبيرة هذا التوتال، شوف نخلاها بالبسط، أما القيمة الصغيرة حسبناها السايز، خلاها اللي هنا، قسم 473 على 15 طلع الناتج مالتها هذا. ولا تخافون الناتج عندنا حاسبة، من ندخل الامتحان عندنا حاسبة. فالفكرة مالتنا هنا شنو؟ هنا الفكرة مالتنا ما انطاك أرقام، انطاك رموز، هاي الرموز لازم أنت حافظهن. فاحنا حافظين، قلت لكم من ساعة تابلس بين فولج قد قيمته، قيمته 15 اللي هي الملعقة الكبيرة. اما البنت احنا ماخذيها وين؟ ماخذيها بالمحاضرة الثانية اللي هي الورقة اللي ما قبل الأخيرة، انه البنت يساوي لنا 473.
وهاي خلاص كل شيء ما بيها بعد. هذا المثال جا قل لك if I do drunk شنو، إذا قل لك شيت شنو، يقول لك إذا الجرعة هاي تحتوينا على 50 مايكرو غرام how many dose يريد شنو، يريد عدد الجرعة. containing إذا تحتوينا تحتوينا 0.02 هذا الصفر اللي هنا هذا ما له قيمة، هذا حذفوه، هذا ما له قيمة هيك كاتب. هسه أنتم جاي تلاحظون شيء غريب هنا، يعني هاي 50 مايكرو غرام أما هاي 0.02 هاي غرام، فإحنا ما يصير نحل. ليش ما يصير نحل؟ لأن الوحدات مختلفة، يا أما نحول الغرام للمايكرو يا أما نحول المايكرو للغرام، تمام؟ فإحنا بهاي الحالة هو شو مسوي؟ هو بقى مصعبها على الطالب، محول 0.02 للمليغرام ومحول 50 من المايكروغرام للمليغرام. ليش؟ هيك صعب راح يصير على الطالب. احنا شو نسوي؟ احنا لو نحول المايكرو للغرام لو نحول الغرام للمايكرو، احنا نختار هيك بكيفنا، مو صحيح؟ هو مصعبها علينا، ايش قال لنا؟ خلنا نمسح على المود تصير سهله واضحه قدامكم. هو شو مسوي؟ محولها اثنينات للمليغرام وهن ما بيهن ولا واحدة من الغرام. فاحنا ايش عندنا؟ احنا لو نحول هذا الغرام للمايكرو لو نحول هذا المايكرو للغرام، فالاسهل لنا شنو؟ انه نحول من الغرام للمايكرو، هذا الاسهل. فاحنا ايش قد عندنا؟ عندنا 0.02 هذا الصفر قلت لكم احذفوه، هذا ال 0.02 من نحول للغرام من الغرام للمايكرو غرام لازم نضرب ايش قد؟ نضرب بمليون، مو اكيد؟ احنا عندنا الواحد غرام ايش كم مايكرو غرام يساوينا؟ يساوينا مليون. فنضرب هاي ال 0.02 في مليون راح ايش قد تساوينا؟ راح تساوينا 200,000، تمام؟ قد راح تساوينا؟ راح تساوينا 200,000. ليش؟ احنا عندنا مرتبتين هنا راحت ويا الصفرين، بقى لنا قد؟ بقى لنا 4 أصفار، لان المليون 6 أصفار. فصارت عندنا هالخطوه طبعا اسهل لكم والله. هو ما شرح، وانا قلت له بهاي السالفه قال لي انا اعتمد على شيء والطالب يعتمد على غير شيء. فانا هاي هو جماعتي هو نصحتهم بهاي الطريقه، وهو قالوا احسن انه حولنا الوحده، ما حولنا وحدات اثنين، حولنا وحده بس. هسه هاي صارت من حولناها من صارت 200,000 صارت العفو من صارت 20,000 صارت مايكروغرام، كانت غرام صارت مايكروغرام من حولناها. فصارت عندنا هنا مايكرو وهنا مايكرو، يعني الوحدات واحدت. بعد احنا ليش اثنينات نحول للمليغرام؟ ليش هيك؟ الطالب هنا راح يدوخ، فنحول وحده كلش كافيه. فيا الاكبر الأكبر الميتين العشرين ألف لو الخمسين، فأكيد الأكبر هي العشرين ألف على 50 راح يطلع لك الناتج قد؟ راح يطلع لك الناتج 400. أتمنى وصلت لكم الفكرة، وخلي عيد هنا آخر مرة. أساس هذا السؤال شنو؟ إنه عدنا الوحدات شبيهن الوحدات مختلفة، تمام؟ فبهاي الحالة احنا ما يصير نحل شيء والوحدات مختلفة، لازم نوحد الوحدات. عندنا هاي مايكرو غرام وهذا غرام، ما لكم شغل بهذا الحل، هذا شغل خيولي، هذا هنا يدوخ الطالب يريد، يعني فكرة كلش صعبة على الطالب. انت جايب لك وحدات اثنين ومحول، هذا الشيء غلط، كلش غلط. احنا لو هذا الغرام نحوله للمايكرو، لو هذا المايكرو نحوله للغرام، فاحنا شو اتفقنا؟ اتفقنا نحول الغرام للمايكرو احسن، وإذا تريد تحول من المايكرو للغرام هم أحسن، هم نفس الشيء اثنينات سهلات. بس الأسهل للطالب الضرب أسهل من القسمة عند الطالب صراحة يعني. فإحنا اتفقنا أن نحول هذا المايكرو لمن؟ نحول لمن؟ للمايكرو غرام. فبمن نضربه؟ نضربه بإيش قد؟ 10^6 يعني مليون. فهاي ضربناها إنه هاي 20.02 نضربها بإيش قد؟ 10^6 راح تساوينا؟ راح تساوينا 20,000 قسمناها على إيش قد؟ قسمناها على المايكرو اللي هو 50، ايش قد طلع لنا الناتج؟ طلع لنا الناتج 400. بهاي الحالة ايش قد الناتج؟ 400 شنو؟ 400 دوز مايكرو غرام، تمام؟ يلي حولنا الوحدات. ام صاحت ها تمام يا صور. يلا طبعا اسفين والله، شو تسوي؟ ما حد بالبيت بس ساعه.
وصلت لكم الفكرة مال هذا السؤال، انه احنا شنو بهاي الفكرة لازم قبل ما نحل المسألة، هذا الشيء متفقين عليه احنا من الثالث متوسط لازم تكون وحدات مشابهة. هنا هذا السؤال جاي يقول لك، جاي يقول لك how many tables painful. هنا القانون مالتنا تتذكرون شنو كان؟ كان اللي هو number of two شي يساوينه، يساوينه total تمام على شنو؟ size. احنا هذا الشيء متفقين عليه مو؟ شوفوا بهذا السؤال شوية قلب شنطانة، جاي يقول لنا how many tables painful will be prescribed in each dose. تمام جاي يقول لك اذا الالف، اذا قال لك اذا المية وثمانين مل كونتينينج تحتوينا شكد 18 دوز، ايش منطينا هناني؟ منطينا هاي، منطينا عدد شرع هناني، ايش قد هاي قد يساوينا؟ يساوينا 18، ومنطينا شنو؟ ومنطينا الملات. فهو بهاي الحالة ايش رايد؟ رايد السايز. شوفوا كل ما يقول لكم how many tables painful، التيابس painful هو حجم، فأكيد شو نعبر عنه؟ نعبر عنه بسايز تمام؟ يعني هي احنا قلنا لكم انه الملعقة الصغيرة هي تقيس لك حجم، حجمها شقد؟ 15 مل، فأكيد هي تعبر لك على السايز. فكل ما يقول لك how many tables painful، tables painful شنو؟ يعني شنو؟ يعني السايز مجهول. فاحنا ايش منطينه؟ منطينه التوتال 180 تمام؟ هذا التوتال منطينه 180، ايش بقى؟ بقى بس السايز. السايز شنو هو؟ هو نفس التيابس بينفول. فشنو بهذا القانون ايش راح يصير عندنا؟ خل اعلمكم شلون تشتقون القانون. بهاي الحاله احنا مو عندنا نمبر اوف دوز، العفو النمبر اوف دوز يساوينا، يساوينا التوتال على شنو؟ على السايز. موعدنا هذا القانون هو الصحيح، هو شي يريد، يريد السايز. نضرب طرفين بوسطين، هذا قيمته واحد اكيد مالت المقام واحد توتال، بس شنو؟ نضرب طرفين بوسطين، هذا يجي هنا وهذا يجي هنا تمام. فشي يصير السايز شي يساوي لنا؟ يساوي لنا التوتال على شنو؟ على number of those. هذا القانون صار عندنا، بس مجرد سحبنا السايز لي برا فصار القانون الرئيسي، صار القانون الرئيسي انه السايز شو يساوي لنا؟ يساوي لنا التوتال على number. اذا هنا شنو السايز يساوي لك؟ يساوي لك التوتال اذروني على number. بس ثواني هسه جايكم. ايه فهسه قلنا لكم انه السايز هو المجهول، فشي يصير القانون مالتنا؟ يصير عندنا التوتال على شنو؟ على number of dose، العدد الجرى. فاحنا قلنا لكم انه الدوز منطينا اياها شقد؟ الدوز منطينا اياها 18، وال 180 اللي هو التوتال، فش راح يصير 118 العفو 180 على 18 راح يطلع الناتج 10. هاي العشرة شنو؟ هاي العشرة مل. أظن وصلت لكم الفكرة بعد. نسيتوا شي مو؟ طبعا هنا احنا قلنا هاي العشرة هو ايش رايد؟ رايد تيابس بينفول. التيابس بينفول قد قيمتها؟ قيمة الوحدة 5 تمام. فهنا ايش طلعت لك؟ طلعت لك 2 تيابس بينفول. العشرة هي نفسها 2 تيابس بينفول تمام، 2 تيابس بينفول، ملعقتين مال شاي العشرة، لأن الوحدة زيادة، الوحدة تساوي لك 5، تريد تكتبها 10، تريد تكتبها 2 نفس الشيء، لأن هي العشرة زيادة، هي العشرة مول هي نفسها الاثنين تيابس بينفولد، والاثنين تيابس بينفولد هي اثنين، يعني اثنين هي نفس الشيء، تريد تقول 10 وتريد تقول 2 نفس الشيء. استاذ دخون بيها، لأن التيابس بينفولد الوحدة زيادة تساوي لنا، تساوي لنا 5. سهلة، كلش سهلة هذا الموضوع.
هاو ماني دروب اللي هنا لازم تخلون بالكم. جاي يقولك هاو ماني دروب would be prescribed in each of those liquid medicine. جاي يقولك if 15 containing 60. إذا ال 15 مول containing 60 دوز. جاي يقولك إنه إذا ال 15 تحتوي لك 60 جرعة. The describing dropping اللي قال بس يد 42 دروب مول. أنا بهاي الحالة سوى لك ضرب لك الاثنين هذا السؤال عفو بالأخير أنا فهمكم عليني شوية بفرة طويلة هذا العفو بالأخير عم أفهمكم على الفرة مالتي لأنه هو بيحج. هنا جاي يقول لك هذا السؤال how many milliliter of liquid medicine هنا شيريد يريد المليلترات هي المجهولة تمام of liquid medicine would be provided اللي هي شنو patient اللي تعطيها للمريض with 2 tablespoonful tablet tablespoonful هذا من تشوفون خلي عليهن إشارة اللي هي twice day for 8 أيام هذين الرموز لازم تميزون بيناتهم يا ولد من تشوف بهاي المسائل مسطرة هاي شلون تروح هذا لازم تميزون بيناتهم وين ما تشوفونه تأشروا له علي لأن هذا قيمته ثابتة قيمته ثابتة هذا تمام الآن جاي لك 2 شنو 2 تابلس بينفول جاي لك ملعقتين كبار فالملعقتين كبار ايش قد يساوون 30 لأن الملعقة الكبيرة واحدة ايش قد تساوينا تساوينا 15 فهذه شلون تعتبرها تقدر تعتبرها واحدة التابلت بس بينفول قد قيمته 15 واحنا عندنا 2 فايش يصير 30 فهاي يعني ارجوكم تركزون بيه حرامات فهنا ايش عرفنا how many milliliter of liquid medicine would be provided to patient with two tablespoonful twice day for 8 أيام جاي لك شنو twice يعني مرتين day مرتين باليوم خلال 8 أيام جاي لك كم عدد المليلترات اللي نعطيهن للمريض اكو مريض ياخذ ملعقتين مال اكل الكبار ايش كم مره مرتين باليوم خلال 8 أيام جاي اقول لك ايش قد عدد المليلترات اكو مريض ايش بي هذا المريض ياخذ ملعقتين مال شاي مو ملعقتين الكبار اكو مريض ياخذ ملعقتين كبار مال طعام مال علاج خلي بين علاج ياخذ بيهم ملعقتين ايش كم مره مرتين باليوم خلال ايش قد خلال 8 أيام ياخذ ايش قد ملعقتين كبار اللي هي التعب تمام خلال ايش قد خلال يومين مرتين باليوم 2 داي تمام خلال ايش قد خلال 8 أيام 8 داي تمام فش ياخذ ملعقتين كبار باليوم مرتين خلال 8 أيام ملعقتين كبار خلال يومين شنو خلال يومين باليوم مرتين خلال 8 أيام والله ما ادري جوز دوختكم انا بس هاي مثل ما تقولون توني جيت خلص تعبان فبالي مو يمها جاي اقول لك هاو ماني مليلتر اوف ليكويد ميديسين كم عدد المليلترات ان نعطيها للبيشنت هذا البيشنت ياخذ اللي ياخذ باليوم ملعقتين كبار من شنو ذن الملعقتين كبار ياخذن ذن الملعقتين مرتين باليوم خلال 8 أيام هذا مريض ياخذ ملعقتين العفو اشعارات انه هذا المريض ياخذ ملعقتين كبار مال الطعام مرتين باليوم خلال 8 أيام هذا احنا اتفقنا عليه انه هذا قيمته جت قيمته 30 لان التابلس بين فول واحد قيمته جت 15 احنا عندنا 2 في 15 30 هو ايش كم مره ياخذها تويس مرتين باليوم خلال 8 أيام تمام فنضرب شنو نضرب الاثنين في 8 ما نقدر نعتبر شنو الثمانية اللي هذا شنو number of dose ليش لان هاي خلال 8 أيام جاي ياخذها مرتين لو خلال 8 أيام ياخذها مرة نقدر نعتبر هذا الثمانية هو الدوز اللي هو النهاية الأخيرة تمام فاحنا ما نقدر نعتبر لنا الثمانية هذا شنو انه هذا نقدر نعتبره اللي هو number of dose ليش لان هاي الجرعة جاي ناخذها مرتين باليوم
لو ناخذها مره واحده باليوم عادي كان صارت 8 هنا نفس، بس هسه احنا جينا ناخذها مرتين، هسه اكو فرق. انا الدكتور ينطيني علاج يقول له هذا تاخذه مره واحده باليوم، هذا العلاج انا راح يطول عندي حتى يخلص. اما دكتور ثاني قال له هذا العلاج تاخذه مرتين باليوم، اكيد راح يقل العلاج، راح يقل الايام اللي راح اخلصهم بيهن، يخلص بسرعه. فشوف قد اكو فرق. هي شوفوا هاي المسائل، هاي المسائل فهميه. فانت بهاي الحاله من تعال انت شفت تويس يعني مرتين باليوم خلال 8 ايام، فلازم تضرب هاي التويس، هاي معناها 2 تمام. اذا قال لك اونيس يعني 1، فهاي التويس هاي الاثنين تضربها بالثمانية. ليش تضربها بالثمانية؟ لان مرتين باليوم جاي تاخذ انت هاي الجرح، فالاثنين في 8 16. هنا انا جاي اقول لك نمبر اوف دوز تساوي 16. منين جتي؟ ضرب لك هاي التويس 2 بالدي بالايام، فصارت لك 16. size of dose منين جبناها؟ جبناها من التيبس بيانفل اللي هي مو 2. غلط. ليش مو 2؟ لان بصفها تابلس بيانفل، التابلس بيانفل واحد قيمته ايش قد؟ 15. ضربنا الاثنين بال 15 صارت ايش قد؟ صارت لنا 30. هو شي يريد التوتال. القانون مالتنا كان يقول، كان يقول ان number of dose شي يساوينا؟ يساوينا التوتال. مليت وانا كتبه السايز، تمام. فش يصير؟ يصير طرفين بوسطين، يصير التوتال شو يساوي لك؟ يساوي لك النمبر بشنو؟ في السايز. هالقانون التوتال هو يريده، النمبر هو منطينا اياه طلعناه، والسايز احنا طلعناه مين. يبقى عندك مجهول واحد يقلك انه 16 في 30 يساوي 480. كله سهل، ما قطوت في هذا السؤال بس لازم تفتهم. هنا هذا السؤال جاي يقول لك how many milliliter of mixture will be provided to patient with TBS painful dose to be to taken 3 times a day for 16 يوم. هنا جاي يقول لك how many عدد المليلترات اللي خلطناهن ونعطيهن للمريض، شنو هاي؟ لازم تميزون بيناتهم، مو ماكو متخلي بجوهن يعني شارحه، يعني هذا شنو، هذا رمز شنو، قد قيمته هذا؟ هذا قيمته 5 يا ولد، يعني يبالكم مض. هسه تشوف تقول ما منطيني ارقام، بس شوف هذا التيبس بينفل هذا هو رقم، هو هذا قيمته 5 يا ولد، قيمته 5 هذا. فارجوكم لازم تميزون. هاي الدوز اللي هي شنو ياخذها شنو 3 مرات، شوفوا 3 تايم داي فور 60 داي، 3 مرات باليوم خلال 16 يوم. يعني تخيلوا هل 3 مرات هذا رمز، اعتبروه 3 مرات باليوم خلال 16 داي، فنضرب الثلاثة في 16 قد راح يساوينا؟ راح يساوينا 48 تمام. هذا number of dose، وعندنا تيابس بينفل هو التوتال، قد يساوينا التوتال؟ قد يساوينا؟ يساوينا 48 في 5 يساوينا 240. هذا الناتج مالته. هالخمسة منين جتي؟ الخمسة مال تيابس بينفل. ميزو تشوف بالسؤال تيابس بينفل تابلت تيابس بينفل، تقول له هاي قيمتها 5 هاي قيمتها 15، ما تقبل غلط. تشوف 3 تايم ا داي مستعمليها مرتين باليوم خلال 16 يوم، مستعمليها 6 مرات باليوم خلال 3 ايام، لازم تضرب، لازم، لان اكو فرق. هسه انا اليوم الساعه قلت لك، اعطيتك مثال انه دكتور انطاني علاج قال لي هذا العلاج تاخذه مره واحده باليوم، هذا العلاج راح يطول عندي، راح يطول عندي هذا العلاج. ليش؟ لان استخدمه مره واحده باليوم. دكتور ثاني قال لي هذا العلاج تاخذه مرتين باليوم، اكيد راح تقلل المده الزمنيه مالته. فهمتوني؟ وصلت لكم الفكره؟ فهنا انا قلت لكم انه تضرب ال 16 في 3 قد راح يطلع لك ناتجه اللي هو 48. وعندنا التيبس بي ام فل اللي هو شنو هو؟ اللي هو السايز، منطينا اياه 5، ضربنا 48 في 5 240. هذا الشرح وما عاد يجاوب. لا لا شاق تجاوبون. هذا السؤال جاي يقول لك هاو ماني الغرام. هنا جاي يقول لك هاو ماني غرام، الغرامات يريد. شوفوا غرامات اوف دروغ. ها بالمناسبه هاي الدروغ احنا بالعراق ايش نعتبرها؟ نعتبرها ثيرابي او ميديسين، علاج او تريتمنت. اما خارج العراق احنا يعني المعلومه ما حد يدري فيها. الدروغ خارج العراق معناها مخدرات، بس داخل العراق معناها شنو؟ ثيرابي او تريتمنت او ميديسين، علاج. هاي معلومه تفيدك.
شاق لك هومن جرام كم عدد الغرامات اوف دروغ بالعلاج والنيديد اللي نحتاجها حتى نحضر تو بريبير نحضر زيادة 72 اللي هي دوز حتى نحضر 72 جرعة اوف روم اوف ايتش كونتين زيادة تحتوينه كونتين تحتوينه 30 ملي غرام. هسه هنا شو راح نسوي؟ منطينا الدوزات زيادة الدوزات عددها 72 تمام؟ ومنطينا شنو؟ منطينا اللي هي السايز اوف دوز ايش قد حجمها؟ حجمها 30. ليش اعتبرنا سايز اوف دوز؟ لان هو هنا جاي يقول لك هاو ماني جرام. فالجرامات والمليجرامات هذين نفس التوتال لان الكليات. فشنو صار عندنا انه 72 دوز وعندنا 30 مليغرام، نضرب 30 في 72 راح يطلع لك شنو؟ راح يطلع لك التوتال تمام اللي هو الكلي. بمن راح يطلع لك؟ راح يطلع لك اكيد بالمليغرام. ميزو احنا ايش قال شريد ريد الغرام ما ريد المليغرام. فشين نسوي حتى نحول المليغرام للغرام؟ نقسم على الف. ما ادري هذا شرحته شيء سريع يمكن.